تعالوا نشوف هنعمل ازاي كرات اللحمة بتاعتنا. علشان نعملها عايزين 500 جرام نص كيلو تقريبا من اللحمة المفرومة، ملح وفلفل، عايزين بقدونس وبصلة وتوم، وعايزين معلقة صغيرة بابريكا، معلقة كبيرة زبدة، بيضة، معلقة كبيرة زيت، ومعلقة صغيرة كزبرة ناشفة. للصوص بتاعتنا عايزين معلقة كبيرة زبدة، واحد فلفل حار مفروم، واحد معلقة صغيرة روزماري، واحد معلقة صغيرة بابريكا، عصير نص ليمونة، نص ليمونة شرايح، ورز أصفر بسمتي للتقديم. طيب هنعمل إيه دلوقتي؟ شوفوا إحنا دلوقتي أخدنا الكفتة اللي عندنا، هنحط شوية زيت هنا، ودلوقتي إحنا أخدنا الكفتة اللي عندنا خلطناها مع الملح وفلفل والبصل والثوم والفلفل والبابريكا والبيضة والزيت، ودلوقتي والكزبرة الناشفة، وعملناها كور، وأنا حبيت إن إحنا نعملها كور صغننة كده بتبقى لذيذة، وهناخدها نحطها كده هنا في الزيت. ناخد بقى الزبده، وهي الصوص دي يعني فيها زبده كتير، يعني انا بحب الاول احمر في الزيت وبعدين بسيب الزبده للاخر. هاخد شويه من البصل اللي عندنا اللي انا قلت كان المفروض يتحط مع الكفته، بس انا بفضل ان انا يعني هي الوصفه هو المفروض يتحط مع كرات اللحمه، بس انا بحب احطه بره، بحب احطه في الصوص، بحسه بيدي طعم اكتر وهو في الصوص مما هو في الكفتة. وفي الآخر الكفتة بتاخد نكهتها من الصوص اللي احنا عاملينه. نحط بقى كده شوية من البصلة صغننة ومتقطعة صغير كده زي ما انتم شايفين، ممكن نحط كمان شوية ثوم. بس تبتدي شوية البصلة تصفر عندنا، هحط كمان الفلفل، احنا قلنا فلفل حار، هنحط الأخضر والأحمر يدوا ألوان حلوة. أنا بحبش أصلي أسيب حاجة خالص، عشان كده ممكن اتاخر شويه وانا بحط الحاجات اللي في الطبق. حط الاخضر هنا فيه، ها، ونقلبهم. شايفين الوانهم بتبقى حلوه ازاي؟ عشان كده حبيت نحط ايه، اخضر واحمر. هنحط بقى شويه بابريكا، وهنحط ليمون، وهنحط شوية من الروزماري. شايفين هي كده، شوفوا بقى اللون وجماله، خلاص هي كده تمام التمام. شوية روزماري وخلاص،